وأهلا وسهلا بكم في جلسة جديدة من جلسات بيت المدى بالتعاون مع معهد غوته الألماني الذي أصر على الانفتاح على التراث العراقي والتراث البغدادي. وفي هذه الأيام تمر الذكرى السنوية لتأسيس مدينة بغداد، بغداد مدينة السلام. فارتعينا أن تكون هذه الجلسة بغدادية، بغدادية وموسيقية في الوقت نفسه، مع أحاديث لبعض الأفاضل عن موضوعات بغدادية. هذه الجلسة التي سميناها روح بغداد أو حكايات بغدادية. والحقيقة أن بغداد هذه المدينة المعطاء هي أهل في كل وقت وفي كل مكان للحديث عنها وعن تاريخها وشمائلها وأعلامها. كتب الكثير عن بغداد ونشر الكثير عن بغداد، ولكن بغداد تبقى تحن إلى الكثير والكثير. بغداد كما قلت تستحق الكثير من العناية والرعاية والحديث عن مآثرها وعن تاريخها الباذخ. أمامي أبيات لنزار قباني في هذا الفولدر الذي أصدرته أمانة بغداد عن يوم بغداد. يقول نزار: مدي بساطي واملئي أكوابي، وانسي العتاب فقد نسيت عتابي. عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. بغداد جئتك كالسفينة متعبا أخفي جراحاتي وراء ثيابي. بغداد عشت الحسن في ألوانه لكن حسنك لم يكن بحسابي. هذا للشاعر الكبير نزار قباني. وما قيل عن بغداد شعرا صدر العديد من الكتب عن هذا الموضوع، ذكر كتاب المرحوم جمال الدين الآلوسي بغداد في الشعر العربي، ثم أكمله الأستاذ عبد الحميد الرشودي أيضا بكتاب أيضا بغداد في الشعر العربي. وفي كثير من المضان والمصادر والمراجع تجد ما قيل في بغداد نصوص كثيرة. وبغداد بعد كل هذا هي مدينة منفتحة على الجميع. بغداد منذ تأسيسها على يد الخليفة المنصور هي منفتحة على كل الأجناس والألسن والقوميات والشعوب. وبغداد تمثلت هذه، أو هؤلاء تمثلوا بروح بغداد وسجايا بغداد. بغداد إلى يومنا هذا الكثير من الوافدين إليها آثروا البقاء فيها. ربما جماعة الاجتماع يقولون إن هناك يعني تخلخل أو خلل اجتماعي صار، ولكن بغداد هي منذ أن أسست مدينة منفتحة على بغداد. وهذه مناسبة لأن أقول ما نسميه بالتبغدد، والتبغدد هو يعني التخلق بأخلاق بغداد والانتساب إليها والتمتع بسجاياها الكريمة.
التبغدد هو روح بغداد. الآن في الوقت الحاضر الكثير من الذين يكتبون عن بغداد هم ليسوا من أهل بغداد، الكثير منهم، هذه حقيقة، ولكن هذا لم يكن شيئا ذا بال. بغداد كما قلت منفتحة، و يعني تاريخها ويعني وأشخاصها و جميع ما فيها هو جدير بالكتابة والتذكير. فهؤلاء الذين نهدوا إلى الكتابة عن بغداد مهما كانوا أو انتسبوا إلى مدن أخرى فهم بغداديون، والتبغدد كلمة كما قلت تتسع على الجميع. ولأضرب مثلا لكم لشخص حاضر بيننا، هو الآن الذي يعتمر السدارة البغدادية، الأستاذ عادل عرداوي. هذا الرجل الذي تعرفت عليه في أواخر السبعينيات في أمانة العاصمة، هذا الرجل اعتمر السدارة البغدادية منذ وقت مبكر وكتب عن بغداد وحضر مجالس بغداد وأدار هذه المجالس لسنوات طويلة وحد هذا اليوم، وهو ليس من بغداد، هو منطقة الفرات الأوسط، ولكن الروح البغدادية تمثلت به واستطاع أن يقدم لهذه المدينة الشيء الكثير. الأستاذ العرداوي هو الآن يحل بيننا، وأهلا وسهلا به، فليتفضل لإلقاء كلمته. الله، هاي هي زيانة كلمتي. مرة أخرى صباح الخير. سادة عادة خلي يقدمون أغنية وأنت. يلا. قدم سادة. يلا. صباح الخير أحبتي. طبعا أنا أتشرف بدعوة مؤسسة جوتا ل. أن ألبي طلبها وأغني أغاني البغدادية القديمة، وإن شاء الله نال إعجابكم وبالتوفيق، وشكرا لكم. حقنا عرفتونا وعرفناكم، وأيام حلوة قضينا وياكم. حقنا عرفتونا وعرفناكم، وأيام حلوة قضينا وياكم. يومين والثالث هجرتوني، ولعتوا قلبي وتالي عشتوني. يومين والثالث ولعت قلبي وتالي عشتوني. الله يجازيكم، الله يجازيكم. ولعت قلبي وتالي عشتوني. الله يجازيكم، الله يجازيكم. اتهنى باول كاس خلوني، والثاني املوا صبر وسقوني. اتهنى باول كاس خلوني، والثاني املوا صبر وسقوني. وبعدين للعذال عوفوني، وبعدين للشمات عوفوني. بيا حال شوفوني مو ذبلن عيوني، فوني شبيدي على ايد الله ويديكم. الله يجازيكم، الله يجازيكم. وحقي لا عرفتونا وعرفناكم،
وأيام حلوة قضينا وياكم وحق العرب وأيام حلوة قضينا وياكم يومين والثالث هجرتوني ولعتوا قلبي وتالي عفتوني الله يجازيكم الله فالجرح ما يكفي بدلالي زيدوا جروحي وعذبوا حالي فالجرح ما يكفي بدلالي زيدوا جروحي وعذبوا حالي جروح المحبة والله تحلالي جروح المحبة والله تحلالي ضحيت بالغالي يا المالكم تالي بالغالي يا ظلام ما اقدر احاشيكم الله يجازيكم الله يجازي شدايلة يلي حرقت قلبي كون بلوتي بلاك ربي شدعي لك ياللي حرقت قلبي كون بلوتي بلاك رب سهران ليلك مهدوم حيلك سهران ليلك مهدوم حيلك تتوسل والفك ما يجي لك تتحسر والفك ما يجي بعيوني اشوفك مثل حالي تسلب ولينا مثلي بالسهر تقضي الليالي ولا واحد يعينا بعيوني اشوفك مثل حالي تسلب ولينا مثلي بالسهر تقضي الليالي ولا واحد يعينا تتوسل والفك ما يجي له تتحسر والفك ما يجي له من تسمع عدوك جايب اخبار تتغير الوانك هذا اللي يخلي عالحطب نار وتحير بزمانك من تسمع عدوك جايب اخبار تتغير الوانك هذا اللي يخلي عالحطب نار وتحير بزمانك تتوسل والفك ما يجيلك تتحسر والفك ما يجيلك سهران ليلك مهدوم حالك لك سهران ليلك مهدوم حالك تتوسل والفك ما يجيلك تتحسر والفك ما يجي شكرا للأستاذ مجدي على هذه الأنغام الشجية لرضا علي ونرجس شوقي تفضل أستاذ عادل بسم الله الرحمن الرحيم أسعدتم صباحا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ رفعت ضرب مثل بي وأحب أن أقول موضوعة التبغدد بغداد مدينة ساحرة بغداد مدينة مغرية بغداد مثل المقناطيس يعني تلقف الواحد أيضا هي كالأم الحنون الأم ذات الحضن الدافئ لكل العراقيين حقيقة مثل ما قال فكثير من أبناء
المدن العراقية من اجوا لبغداد، ما اقول نسين الخوف من مدنهم ومن بيئاتهم، ولكن بغداد اثرت عليهم ويعني عجنتهم، يعني سوتهم بغداديين. اي انا واحد من ذولا حقيقة. ربما لأنه وجدت ببغداد شيء يجذبني كما جذب غيري، هذا واحد. وربما عملي في أمانة بغداد منذ سنة 75 ولحد الآن ما زلت بالخدمة الوظيفية. أهلا أستاذ ياسر. خلاني أطلع على كثير من الوثائق وكثير من الصور وكثير من المعلومات التي تخص بغداد، يعني منذ تأسيسها سنة 145 للهجرة على المدينة المدورة، أقصد على يد الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور، حيث استمر البناء في هذه المدينة لمدة 4 سنوات، يعني انتهى البناء سنة 149 للهجرة. وبالمناسبة ربما واحد يسأل أين ويانا من الزملاء المعنيين بالتاريخ، ربما يصححوا لي إذا أنا أخطأت، الباب الجنوبي للمدينة المدورة أين يقع الآن؟ يعني وين مكانه؟ مكانه ساحة الشهداء الحالية. زين، سؤال آخر أنا أسأل وأنا أجاوب. الباب الشمالي لهذه المدينة المدورة أين يقع الآن؟ في ساحة عبد المحسن الكاظمي بالكاظمية. نعم. وعداها يعني الساحة الآن مال عبد المحسن الكاظمي من نغادرها تبدأ مقابر قريش. نص مدينة الكاظمية الحالية، مو الصحن الكاظمي، لا، نص هالهاي هي مقابر، يعني هسه لو نحفر كذا نلقى مقابر ونلقى آثار مقابر يعني. زين، ف هذا الموضوع غادرة ما أريد أدخل به، بما أنه أنا معني بالتراث الشعبي والفلكلور. الأستاذ رفعت هناك من كنا قاعدين سألني سؤال، قال لي انت هاي الصدارة على راسك صارت مثل اللوغو ومثل العلامة الفارقة. فرديت عليها قلت له انا اذا اشيلها اصير وكأنما طير شلوحي. والله ادري شلون يعني، نوبات انساها بالسيارة واجي هنا بشارع المتنبي يجون اصدقاء يسلمون علي يقولون استاذ عادل تشبيك مريض، اكو فد شيء يعني ناقص. والله بعدين امد ايدي على راسي اقول نسيت الصدارة. فأتحدث لكم عن الصدارة في 5 دقائق مو أكثر، أقل شوية أو أقل. وربما أطلب من أخي فنان مجدي إذا يقدر حتى لو فد كوبليه واحد من أغنية محمد القبنشي اللي هي كلمات الملا عبود الكرخي، يا حلو يا أبو الصدارة، شوية فد يعني فد دقيقتين يعني شوية حتى نطيهم إحماء للجماعة. يا حلو يا ابو السدارة متيمة سوي لشارة، متيمة سوي لشارة. يا حلو يا ابو السدارة امتيمك سوي لك يا أستاذ عادل، سوي لك يا حلو بيه ابتلينا يعذبنا لا ما درينا، يا حلو بتلينا يمرمرنا إلى ما درينا، حبيناك
اشواق عبدينا هوينا اشواق عبدينا مرمراني بهالسدار عذب قلبي بهالسدار يا حلو يا ابو سدار يا حلو يا ابو سدار مجد حسين سوي لنشار رفعات الغالي سوي لنشار. طبعا الكوبليه مو هو نفسه بس اني ارتجالا سويت الكوبليه. ليش؟ لا هو مو هو الوزن نفس الوزن واللحن نفس اللحن والكلام ممكن يتغير بما انه بغدادي والعنوان هو طبعا المذهب يا حلو يا ابو سداره هي تكفي. اي هو احنا اني على اساس اسوي بس المذهب بس قلت لا ما طول اكو امكانيه اقدر انظم فخل اسوي لي كوبليه. شكرا لكم. هلو ايه هاي الاغنيه بالحقيقه طبعا هاي الدقيقتين والثلاث ما تاخذهم من عندي يلا اوكي يلا اذا طالنا ثلاث دقائق بعد دقيقتين يعني زين. هاي الاغنيه بالمناسبه لها حكايه احكي هاي الحكايه وارجع الى مكاني. عليكم السلام تفضل. الملك فيصل الاول كان مخلص الى العراق يعني راد يبني دوله عصريه حديثه راد يتخلص من بقايا اثار الوجود الاجنبي اللي كان موجود في العراق ومن ضمنه الملابس. اجى استلم الحكم لقى الافنديه مال بغداد وموظفين الدوله العراقيه انذاك كلهم يلبسون على راسهم الطربوش التركي دكتور. فقال مو صحيح احنا خلصنا من الانجليز وخلصنا من الاتراك شلون اخلص من هذا. هو كان يصدر اراده ملكيه ويقول ممنوع بس لا ما سواها هالشكل. سنه 25 او 26 دعا موسوليني رئيس ايطاليا وصديق هتلر الى زياره ايطاليا يعني دعوا ملكنا فيصل الاول بالعشرينات. راح الملك سووا له تور يعني زار مصانع وزار معامل وزار مدن وزار شوارع من بين التور زار مصنع للنسيج. الملك المصنع مال النسيج به خطوط إنتاجية كثيرة من بينها خط لإنتاج هاي السدارة المدنية والسدارة العسكرية وبالمناسبة السدارة العسكرية لحد الآن مستخدمة في العديد من الجيوش منها الأمريكي ومن الإسباني ومنها الفرنسي وحتى عندنا بالعراق هنا من يستدعون الضباط أحيانا لحفلة يعني يلبس قيافة يلبس سدارة. والسدارة العسكرية كان بإمكانك تعرف اللي لابسها الصنف ماله شنو يعني طبيب مدفعي دبابات مخابرة أكو إشارة بالسدارة. المهم خيط موجود بالضبط يعني أتذكر الأطباء والأمور الطبية الخيط الأحمر إذا تتذكروا زين. فسووا له تور بهذا المعمل مال النسيج. قبل ما يطلع الملك اجى مدير المصنع وبيده علبه يعني خلينا نقول مثل هاي فقال له جلاله الملك من فضلك عندنا هديه نريد نقدم لك اياها. وقف الملك كان مفرع من كان ببغداد يلبس عقال ومقصب بس من راح سافر لا مفرع يعني الوزراء اللي ودعوه بالمطار وطار يتذكرون انه الوزير راح مفرع. خليكم بهاي النقطة. فمدير المصنع فتح العلبة
وإذا سدارة يعني مثل هاي أو أرقى من هاي اللابسها، فقال له جلالة الملك من فضلك شوية دنك دنك لبسها. جابوا له المراية، مراية صغيرة باوة على نفسه لطيفة، طخت براسه الفكرة اللي إنه شون يتخلص من الطربوش التركي. زين ماشي، خلاها بقلبه، خلصت الزيارة، اجى من روما الى بغداد. الذول الوزراء ورئيس مجلس النواب والاعيان ونور السعيد وفلان وفلتان من استقبلوه لاحظوا هذا الملك راح مفرع، اجى لابس في شيء اسود على راسه، شنو هاي القضية؟ زين ليه يقدرون يعني عندهم جر اي سألوا جلالة الملك شنو هاي على راسك؟ صعب يعني، الملك يعني ملك، فهو يعني لماح، الملك لماح كان يعني حقيقة. قال لهم لا تظلوا انت تهامسون، انا اقول لكم شكوا على راسي، يعني قرأ يعني شلون تقول حسجة قراها لله. قال لهم هاي حكى القصة هاي كايت وكا، واني راح اشجع العراقيين الافندية العراقية لارتدائها لتخلص من الطربوش التركي. زين الحكمة تقول الناس على دين ملوكهم، يسوي الملك يسوون مثله يقلدوه. فهو بعث على مجموعة من تجار بغداد آنذاك في العشرينات، يعني خلي نقول بيت أبو التمن، بيت الشادرشي، بيت الخضيري، بيت مثلا يعني لا على التعيين، انتوا ضيفوا لي تجار البارزين يعني، ما أي واحد، أي واحد بذهنك أي تاجر ضيف عليهم، بس بالعشرينات. أي أي نعم نعم، أي قنبرغة صحيح، تمام مضبوط مضبوط. فقالهم أخوان اجتمع بيهم، قالهم ده شوفوها للعراسي، قالوا له إيه، قال طبعا بالمناسبة اسمها اسمها إيطالي يعني مفردة إيطالية سيدار، سيدار هاي اسمها سيدار. ليه قالوا له إيه، حكى لهم القصة مال زيارة هذا، قالهم أنا أعطيكم العنوان مال المعمل وكذا، تجيبون من عدها وتطرحون بالأسواق. واحد من التجار ما أدري ابن قنبر علي أو غيره، إش قال للملك، إش قال للملك تعرف تفكير تاجر، قال له جلالة الملك خاف هاي تنام على قلبنا وما حد يشتريها يظل وين وديها. إش قال للملك؟ قال له أنا كفيل خسار، جيبوها يعني أنا أشتريها من عندكم إذا ما لا. هي بالعكس، جابوا أول وجبة خلصت، الثانية خلصت، دي دي دي. صاروا تجار للسدارة ببغداد، وصارت محلات. من بين المحلات كان محل هنا بسوق السراء اسمه إبراهيم السدايري، وصارت معامل، صار معمل عندنا بالسليمانية لإنتاج السدارة، وصار السدارة من تشبن، وصار السدارة من المهم. ف كل الأفندية يعني الموظفين أقصد في بغداد وخارج بغداد لبسوا السدارة وتخلصوا من الطربوش التركي. عصوا على الملك اثنين شخصين فقط، الأول هو وزير المالية ساسون حسقيل بقع الطربوش، والثاني هو الملا عبود الكرخي. والملا عبود الكرخي راح نوصل للأغنية اللي غناها أخويا مجدي، دز على وزير المالية قال له يا فلان يا سوسان بيك احنا هيك صار وكذا وكذا. قال له سيادة يعني جلالة الملك تعفيني، اني مقرر ويا نفسي السدارة من اموت يخلوها، العفو الطربوش من اموت يخلوه وياي بالتابوت، فارجوك لا تحرمني من هاي الامنية. قال له خلص لك هذا. ليه ملا عبود الكرخي شلون لبسه السدارة؟ شوف القصة هاي، دز على حسين أفنان، هذا كان مترجم وبالتشريفات الملكية، شخص اسمه حسين أفنان أعتقد أصله لبناني. سوري نعم سوري بهائي
بهاء المذهب. نعم. الأبو حسين فنان فلسطيني، وهو حفيد أو سبط البهاء، مؤسس الديانة البهائية. تمام. حسين فنان وزوجته بنت أخو ساطع الحصري، فلسطيني الجنسية. خلاص خلاص. يعني شوف هاي المعلومات الجميلة، واحد سكرتير مجلس الوزراء يعني واحد يسمعها لأول مرة أو سامع. المهم نعم، فقال له الملك يحكي ويا حسين فنان، قال له أول حفلة نقيمها إحنا كقصر ملكي وندعي الوزراء وندعي ادعيهم اللي عبود الكرخي ويا ذول المدعوين. بالمناسبة العلاقة بين الملا عبود الكرخي والملك فيصل الأول علاقة ودية، ومعجب بي ومعجب بشعره، ونوباتي دز عليه يقول جلالة الملك أنا شعري ما يفيدك لأن دا شتم الحكومة وشتمكم. قال له ما يخالف، أنا أريد أسمعه، أنا أريد أسمع هاي الشتيمة زين، ويكرمه بعدين، يعني شتم الحكومة ويكرمه. شوف زين، فشلون شلون 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 يخلي السدارة على رأس ملا عبود الكرخي. طبعا ملا عبود الكرخي لابس عقال يسموه كنكر، يعني شلون التاير مال الماطور شكل الآن هلقد، إيش هلقد شايفية صورة أو هلقد، يعني ما فد عقال شلون شايله هذا ما تدري. مال زويد. مال زويد وعقيل الطرفين زين. فأجوا ذول المدعوين وزراء النواب الأعيان رؤساء العشائر ما أدري شنو، من ضمنهم العبود الكرخي. فواقفين يعني بالقصر الملكي، الملك دي يسلم عليهم كذا واحد واحد، وصل إلى ملا عبود الكرخي. الملك شو مسوي؟ شوف الدالغة الجميلة اللي مسويها الملك، ماخذ هو لابس سدارة وجايب سدارة مثل هاي، إيه شو طابقها إيه شيء ومخليها اليوم. وصل يم الملا عبود، قال له ملا عبود شنو بايدي الثانيه؟ شوف ايش قال، انا راح نغلط ملا عبود ايش قال؟ قال له جلاله الملك او سيدنا، كان يقولوا له سيدنا، سيدنا انت وايدك ولد ايدك على راسي، حكمه يعني هو حكم روحك. قال له سمعوا بالله ايش راح ايش يقول انت، يعني حضرتك وايدك ولد ايدك على راسي. سمع ثيابه نجيد الهلا طلعها، قال تعال زني شيل العقاب شيل الشماس شيل العرق شيل حط ال حط راسه. قال له والله جلالة الملك غلبتني. ايه طبعا. فهذه حكاية السدارة وكيف ارتداها الملا عبود الكرخي وقام يعتز بيها وسوى أغنية، سوى مو أغنية بالحقيقة، قصيدة. قصيدة تقول يا حلو يا أبو السدارة متيمك سوي له شارة، غناها منه الفنان الكبير المرحوم محمد القبنشي. فهذه حكاية بغدادية تراثية طريفة من حكايات بغداد، وأترك المجال حتى ما أطول بالحكي إلى أخي الأستاذ رفعت. أشكرك أشكرك أستاذ عادل على هذه الكلمة، ولكن أقول من الذين امتنعوا عن لبس السدارة نعم إلى يعني إلى آخرة كما يقال هو المرحوم عبد المجيد الشاوي. نعم. لم يلبس السدارة، ولكن سنة 1926 هو توفى بال 28 التقى بالملك فيصل الأول وقال له الملك تريد السدارة لو تريد النيابة، يعني تمتنع عن السدارة لو تريد النيابة على اللواء الدليم يعني اللواء الرمادي. فقال له ألبس السدارة، وفعلا أصبح عبد المجيد الشاوي من أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى سنة 1925-26. هذا ما هو. بالمناسبة كلمة السدارة في القاموس المحيط للفيروزابادي، السدارة بدون يعني بدون ياء، السدارة وهو شيء لوقاية الرأس من الرياح. فهل إن هذه السدارة هي تقي الشخص؟ أنا سمعت الكثيرين إن هذه السدارة البغدادية لا تقي من الحر ولا تقي من البرد، ولكن هي شيء استحدثه فيصل الأول
وكان الجيش البريطاني بالمناسبة اللي ذكرها، الجيش البريطاني الذي جاء إلى بغداد في الحرب العالمية الأولى كان بعض أفراده يلبسون السدارة، ما يعني أن هذه السدارة موجودة في أوروبا، ولكن فيصل رادها في رمز وطني وأصبحت فعلا رمز وطني. ولكن كما كتب في الكثير من المراجع أن أشهر تاجر لبيع السدارة هو صيون شمعون، وبعدين هذا نفس المحل ماله اللي صار محل تجاري أيضا للملابس يعني ألبسة الرأس، إذا تذكرون اللي ذكرون محل نعيم نعمو، محل نعيم نعمو بالقريب من حافظ القاضي كان هو محل صيون شمعون، هذا أشهر من يعني باع السدارة الأجنبية يعني مصنعة بالخارج. بعدين صارت عندنا مصانع محلية، وحتى المنظف السدارة واللي يعدلها يسموه قالبتشي وما اللي نعم نعم. نرجع إلى أبو ليث ولنسمع شيء بغدادي. أحب من كنت جاهل وان أحبي، أحب من كنت جاهل وان أحبي عليه ولا بطل وني عليه ولا بطل وني ونحبي، شوية صوت بلا زحمة. أحب من كنت جاهل وانا احبي ليل، عليه ولا بطل اشرب الماء يا يما ثاري هواي سلوى الي بدنياي، بالكاسة شوف فيلوح لو ردت اشرب الماء يا يما ولفي وعلي غالي ولا غير يحلال، ولفي وعلي غالي لا غير يحلال، لجلك لفيت حالي أسأل الراس
رايح جاي لجلك لفت حالي أسأل الرايح جاي يا يما ثاري هواي سلوى إلي بدنياي بالكاسة شوف يلوح لو ردت أشرب الم يا يما بتولع بحبك وعيني على دربك متولع بحبك وعيني على دربك أنا أفرح بقربك دوما نريد وياي أنا أفرح بقربك دوما نريد وياي يا يما داري هواي سلوى إلي بدنياي شوف يلوح لو ردت أشرب يا يمه يا يمه تاري هواي سلوى إلي بدنيا بالكاسة شوف يلوح لو ردت أشرب يا يمه 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 وحق عيناك يمه يمه وجه يمه وحق عيناك يمه يمه وحق عيناك ما انسى طيبك كلك وفا واخلاص ذاكي حليبك يمه وحق عيناك ما انسى طيبك كلك وفا واخلاص ذاكي حليبك يمه احسانك والوفا هيهات اقدر اوصفه يمه احسانك والوفا هيهات اقدر اوصفه يمه يا يما وحق عيناك يما وجه يما يا يما وحق عيناك شكرا استاذ ميجي. الأغنية البغدادية هذه الأغنية التي سادت يعني المشهد الغنائي العراقي منذ أربعينيات القرن الماضي وانتهت في السبعينيات لها حديث. والأستاذ حيدر شاكر حيدر الخبير الموسيقي له شهادة بهذا الموضوع فليتفضل. وبالمناسبة انتهز هذه الجلسة للإعلان على أن معرض بغداد الدولي للكتاب في دورته الجديدة التي ستبدأ يوم السابع من شهر كانون الأول المقبل من شعارات هذا المعرض هو بالأسود والأبيض، ونعني بالأسود والأبيض أنه ستكون هناك جلسات عن الزمن الجميل بالأسود والأبيض، 10 جلسات في كل يوم جلسة، وأغلبها جلسات عن بغداد والغناء البغدادي وما إلى ذلك. يعني أود أن ألفت الأنظار إلى هذا الموضوع في معرض بغداد الدولي الشهر المقبل إن شاء الله. الجلسة البغدادية حسب يعني الخطة الأولية اللي وضعت أعتقد 5 عصراً هناك جلسات غنائية وجلسات يعني الحديث عن التراث البغدادي وأيضا فرق فنية على مستوى عربي أو عالمي أو ما إلى ذلك. نعم تفضل. نعم. شكرا لمعهد غوتة وشكرا لمؤسسة المدى، وأنا سعيد جدا أن أتحدث أمام هذه النخب الرائعة من الناس البغداديون ومن المثقفون
وطبعا الحديث عن الأغنية البغدادية حديث ذو شجون، ويعني احنا اذا نروح الى ابعد مكان فهي من العصر العباسي ولدت الأغنية البغدادية وظهرت الأسماء من كلا الجنسين. ثم لو نأتي إلى القرن يعني العشرين اللي هو حقيقة قرن التوثيق، نأتي ونذكر اسم كبير في هذا المجال هو الملا عثمان الموصلي، الذي يعد هو المؤسس الحقيقي يعني لهذه الأغنية البغدادية والتي كان طابعها غناء ديني. الكثير من الأغاني كانت هي من ألحان الملا عثمان الموصلي. ثم إضافة ذلك المقام العراقي اللي ظهر من خلال مدارسه الكثيرة وبأسمائه المعروفة، أمثال محمد القبنشي، أمثال يعني أسماء كثيرة حقيقة، هي زيدان، أمثال يوسف عمر. يعني في بغداد حقيقة نجد أنه الأغنية البغدادية واللي طبعا يعني يعد يعني الأخوين صالح وداود الكويتي هما المؤسسان الحقيقيان للأغنية العراقية الحديثة الشعبية. طبعا أكيد يعني ها يعني من نذكر صالح وداود نذكر جمال الأغاني اللي طبعا كانت تغنى دائما هي بأصوات نسائية، يعني سليمة مراد، زهور حسين وغيرها من الأسماء حقيقة. الشيء الجميل يعني في الغناء البغدادي هو متطور من عقد إلى آخر، والأجمل من ذلك إنه 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 أهلنا في بغداد كانوا هم حقيقة يعني متأثرين أيضا في الغناء الريفي، بدليل إنه حضير أبو عزيز والأسماء الكبيرة يعني كانت لها بصمات في الذائقة البغدادية من خلال المقاهي الموجودة على جانبي الكرخ والرصافة. ويعني لو نتناول احنا مثلا فترة صالح وداود الكويتي نشوف الغناء يعني كان اختلف من حيث الإيقاع، من حيث الكتاب اللي ظهروا، نذكر مثلا جبور النجار، يعني هذا الرجل اللي يعني أسس لبناء نص غنائي، ثم الراحل الباحث الكبير سيف الدين اللي عمل في أمانة بغداد، عبد الكريم العلاف اللي يعني عنده كتاب الشهير قيام بغداد، وثم سيف الدين ولائي، الشاعر الكبير سبتي طاهر اللي احنا ان شاء الله اليوم راح نكون ان شرف نتحدث عنه في احدى الاماكن في مدينة المنصور عصر هذا اليوم. اسماء كبيرة جدا، اضافة الى وجود ملحنين كان يعني كل فترة يظهر عباد جميل، يظهر احمد الخليل، ثم يأتي رضا علي، علاء كامل، أسماء كثر. يعني كل هؤلاء تأثروا في مدينة بغداد بجمال بغداد بأهل بغداد. والله يعني كلام جميل جدا عن بغداد، لكن تعرفون الوقت يعني ما يسمح لنا. المهم أنه يعني تحدثنا قد يعني يكون يعني في الشيء قليل، لكنه ربما معلومات يعني قد تفيد من حضر. شكرا جزيلا. شكرا للأستاذ حيدر شاكر الحيدر على هذه الكلمة التعريفية بالأغنية البغدادية. وليتفضل الأستاذ مجدي. ذكر الأستاذ حيدر عن ملا عثمان الموصلي. بالمناسبة السنة المقبلة ستكون مئوية وفاة الملا عثمان. هو توفي أعتقد في نيسان سنة 1923، نعم، وسنة المقبلة هو سنة مئوية الملا عثمان الموصلي، هذا الموسيقار الكبير. وبالمناسبة حتى شوية ألطف الأجواء يعني فضلا عن الموسيقى اللطيفة، قرأت في مخطوطة لعبد اللطيف ثنيان يقول سجل حوادث بغدادية مختلفة، منها يوم وفاة الملا عثمان الموصلي. يقول من غرائب الاتفاق أنه في يوم واحد توفى في بغداد ثلاث شخصيات، وكان يوما مطيرا، يعني يوم يعني بمطر غزير. الأول هو الملا عثمان الموصلي،
توفى بجامع الخفافين. والثاني هو الشيخ محمد سعيد الراوي، أحد علماء وفقهاء بغداد. والشخصية الثالثة شخصية اجتماعية معروفة، خلني أذكر اسمها، ما قاعدة نسوان، داود اللمبجي، في نفس اليوم اللي توفى بهؤلاء الأعلام. يقول عبد اللطيف ثنيان في مخطوطته، يقول: رغم أن الجو كان مطيرا، ولكن تشيع اللمبجي فاق كل التصورات، ولم يحضر تشيع الملا عثمان أو محمد سعيد الراوي إلا قلائل. عشان حتى للذكرى. نعم تفضل. هجرني الولف مدري راح يا صوب، هجرني الولف مدري راح يا صوب، وعليه دمعي بغزارة يسيل ويصوب. اجرني الولف مدري راح يا صوب يا حبيبي، وعليه دمعي بغزارة يسيل، عليه دمعي بغزارة يسيل ويصب. يخطي الحظ سمعنا نوب، يخطي الحظ سمعنا نوب ويصيب، وانا حظي ضيع البين داري. انا السويت يا حبا، انا السويت عفتوني وظلمتوني، أنا السويت يا حبابي هجرتوني، أنا السويت عفتوني وظلمتوني. تصب نار بغيابك ظلت عيوني، تصب نار بجفاهم ظلت عيوني. أنا السويت والسويت ظلمتوني، أنا السويت والسويت ظلمتوني. أنا اللي ما تهنيت بغرامي، أنا الميزول عن عيني ظلامي، أنا اللي ما تهنيت بغرامي، أنا الميزول عن عيني ظلامي. تظلموني تحرموني أنا السويت، تظلموني تحرموني أنا السويت. لا 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 بيرم بارم أنا الفارقت أهلي من أجلكم، تملوني ولا قلبي يملكم. أنا الفارقت أهلي من أجلكم، تملوني ولا قلبي يملكم. ردت أعرف تحرموني أنا السويت، ردت أعرف شنو ذنبي أنا السويت. أنا السويت
يا حبابي وظلمتوني أنا السويت عفتوني وهجرتوني أنا السويت يا حبابي وظلمتوني أنا السويت عفتوني وهجرتو تصب نار بغيابك ظلت عيوني تصب نار بجفاهم ظلت عيوني أنا السويت والسويت ظلمتوني أنا السويت والسويت هاي خدود لولا لا شلون عيون شتالة هاي خدود لولا لا شلون عيون شتالة ويا يما دشوف هواي يا حبيبة دشوف هواي سن الذهب يا حلالة وسن الذهب يا حلالة سبحان الخلاق وردة وعجانها بنور محبوبي ورد وخدودة من بلور سبحان الخلاق وردة عجانها بنور محبوبي ورد وخدودة من بلور مثل ما شفت بالإنس لا بالحور مثل ما شفت بالإنس لا بالحور وش حد القمر يتنايل ما يتخيل قبالش حد القمر يتنايل ما يتماثل قبال وهاي خدود لولالة شلون عيون شتالة وياه يما تشوف هواي يا يما تشوف هواي سن الذهب يا حلالة أو سن الذهب يا حلالة يا يما الولف بعيون سابيني ينشر بالزلف كل ما يلاقيني يا يما الحلو بعيون سابيني ينشر بالزلف لما يلاقيني دلوني الدرب لهواي دلوني دلوني الدرب لهواي دلوني وروحي والقلب مالة إش حد القمر يدنال روحي والقلب مالة إش حد القمر يدنال ويا يما دشوف هواي يا حبيبة دشوف هواي سن الذهب يا حلالة أو سن الذهب يا حلال شكرا شكرا سار شكرا حقيقة أغنية أنا سويت لكلمات سيف الدين ولائي والحان أحمد الخليل أما أغنية هاي خدود لولالة اللي غنتها نرجس شوقي فأعتقد الكلمات للعلاف وإلحان صالح الكويتي الآن الكلمة للأستاذ الفاضل نبيل عبد الكريم عن بعض الذكريات البغدادية فليتفضل أهلا وسهلا للأستاذ السلام عليكم
قبل ما أبدي بالكلام أن أحيي الأخوة الحاضرين جميعا وأشكر الأستاذ رفعت على هذه الدعوة الكريمة المباركة. بالنسبة للصدارة، الصدارة أول ما لبسها الجيش الاسكتلندي وسموها العراقيين الاسكواتشية اللي يرتدوها العسكر، ومن نفس القماش الصير. قبل أيام وفاة ذكرى وفاة عبد الكريم العلاف 53، وما حد هسه الرجل اشتغل بمانت العاصمة على الأقل مانت العاصمة تسوي له فد ذكرى فد قعدة فد استذكارية للرجل. احنا قبل ما قدمه لبغداد نعم قبل وباء كورونا سوينا جلسة عن العلاف صحيح في هنا نعم تحدثنا. لا هسه هذا مع الأسف سوي جلسة الله. خاصة الرجل كان إلى تأثير لمدة 40 سنة على بغداد والأغنية البغدادية وتاريخ بغداد، بغداد القديمة، القيام في العهد العباسي والعصر المتأخر، مواهب الشيخ عبد الوهاب النايب. وبالحقيقة صدر كتاب في عمان قبل أيام بالطبع عن عبد الوهاب النايب، نعم، فكتاب جدا واسع. العلاف آخر أيامه تعرفون هو ما خلف الرجل، وزوجته علوية من أهل طويريج، نعم، اسمها سنية، هاي للذكريات يعني، وكانت الداري المرة على قدها. والرجل اللي داري أخونا الأصيل الجيلاني أبو محمد داراه آخر عمره، وهو انصاب بالشلل آخر عمره بالفالج، أي هو الرجل، ومشى خوش مشية وبيته بدربونة البياتيين اللي بالفضل اللي كان لاوند، وهو مجاور لبيت المرحوم أحمد زيدان البياتي، وهو أيضا همينه. لكن العزاوي عبد الكريم العلاف عزاوي وأبوه يشتغل علاف، ومحلهم مال العلافة اللي بيعون بيه العلف بالضبط بجانب المكان اللي يتفلش اللي هو جامع الأوزبك مال أبوه الله يرحمه، موجود محل. طبعا العلافين شكليا تكرموا، اللي بيع للحيوانات يسموه الصمانشي، واللي بيع للأوادم يعني الأكل مالتهم هذا الحنطة والشعير والماش وهاي الشغلات يسموه العلاف، هاي للمعلومة يعني. الشخص الوحيد اللي كتب على العلاف هذه الأيام بس إبراهيم خليل إبراهيم العلاف بالموصل، الوحيد اللي كتب عليه بمدونته ونشارها المدونة. أنا راح أنشر أو عن تسميات غريبة المحلات بغداد وعقودها ودرابينها وتسميات عجيبة غريبة. أبو دودو اسم غريب في بغداد، أت أغاجي دربونا بالشورجة، التسابيل اسم غريب، خال لاون الخربندة بالكرادة، الدهامشة بالكرخ قرب خضر الياس، وانمحت مكانها لأنه فتحة والسكة مال القطار صار بمكانها بالضبط، صبابيغ الآل، القاطر خانة، قمر الدين، حسون أغا بالكرخ، إيلان ديلي، عيفان. إيلان ديلي محلة أيضا اندثرت من ضمن شارع الملكة عالية وتبت الكرد والمشارية راحت وياهم، ما بقى من عده كل شيء. وطبعا بالإيلان ديلي بالرأس مالتها خرائط فينيكس جونز كتبنا أنه أكو الكنيسة الأمريكية القديمة، يعني فتشي جديد هذا احنا ما سامعينه. دورنا عن مكان ما لقيناه، كل اللي لقيناه هو بالضبط مسجد المصرف، بيت عبد المنعم المصرف الله يرحمهم، المسجد فقط مالتهم. أما هي الكنيسة وين مكانها على الخريطة رحنا يعني ما لقينا، بس الوحيد اللي هو ذاكرها هاي الكنيسة. عندنا تبت القاور، عندنا خرطوم الفيل، خرطوم الفيل نفس المنطقة مال ساحة الرصافي، دربونا اسمها إيميش بالحيدر خانة صغيرة قبل حسين باشا السلحدار، البواديش دربونا صغيرة بفضوة عرب، عقد صغير بفضوة عرب، بورانة بالضبط البناية هسه اللي موجودة مال السنك مال الاتصالات، جوقدار أغا
جوقدار أغا دربونة صغيرة بتكان شناوة. المكان تقريبا المثلوا به فيلم سعيد أفندي بنفس المكان، البيت لي غاد لي جاي من عنده جوقدار. الدشتي اللي هي صايرة يم الرصافي شفتالي بالعقولية، الكلخانة بسوق الغزل، الكمش حلقة دربونا بقنبر علي، وكمش حلقة بالتركي يعني الحلقة الفضية، كموش يعني فضة. الجصاصة بالشيخ بشار موجودة. العموم خانة هو المنزول اللي موجود بالميدان يسموه العموم خانة. عقد السعد هذا كان يبيعون بعنبة اليهود بالتورات. الأوردو دربونة صغيرة بالعزة على مكانها بالضبط أنشأوا الأطفائية بإعاز وتخطيط وتدخل من قبل إبراهيم شندل. هذا المكان اختاره مقابيله بعدين سووا شركة الكوكا كولا. شارع الشيخ عمر طبعا موجود من القديم بس الحكومة عدلته وذبت له جير وسوته، شارع قديم شارع الشيخ عمر. البزارة اللي صايرة بالدهانة وسوينا عليها حلقة من الحلقات اسمها الكشاف بالهاي لمدة ساعة بالانعرض. التششمتشية النزاحين بمحلة القرغول، هذول شغلتهم عندهم تكرمون حصان، والحصان آخر عمره من يخلص من الرئيسيز يسموه الكديش يكدش بعد ما بي خير، فيبيعونه بفلوس قليلة فيجيبونه يشدون عليه تانكي وينزحون. موجودين هم بيوتات ببغداد خاصين بهاي الشغلة يسموها الششمتشية. وين يوقفون العرباين؟ المكان اللي هسه بصف الإعدادية المركزية مال البنات شوي اللي جاي حوالي 70-80 متر اكو دائرة مال يمكن مصرف، مقابيل المصرف كانت هذه هسه هي ساحة متفلشة. وهذه لا 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 ايه هم الشرطة صارت بعيدة من المكان. عندنا دربونة القلنشية، القلنشي اللي يصلح الأسلحة يسموه القلنشي موجود. هذه دربونة كلهم يشتغلون بهاي الشغلة. طبعا الدربونة صارت ضمن أمانة العاصمة راحت. بصفها دربونة مال أهلي يسموها الحسينات صارت بالشارع. بصفها الآتون، بصفها القبي، محلات ثلاثة الآتون والقبي جزء من عندها موجود. بيت النيار هسه بمحلة الآتون سووا لهم، بالقبي سووا المسجد مالتهم ويشتغلون كانوا يبيعون باسكلات. أخذوا الباسك أي هو أخذها من الله يرحمه محمود العبيدي موجود، محمود العبيدي بالعباخانة. وبعدين اشتغل عندهم صانع عمانوئيل ليراتو صار بعدين هو مستورد وياهم الله يرحمهم راحوا كلهم. العويرة بالكرادة اللي موجودة هسه فندق بابل دي جاي من عندها دربونة العويرة. النملة بالدهانة صايرة غاد من البزارة دربونة صغيرة أنا وأستاذ ياسر طبينا لها، عرضها حوالي أقل المتر موجود بيها 5 بيوت، بيت يعني 3-4 وقبل 1-5. المشارية موجودة دولة اللي يربطون، وهذه دربونة النقابة. عندنا النقابة تعرفون شنو التفليش مال البيوت هسه يسموه الهدم، يجيبون منا ومن انا طبعا تكرمون يستخدمون زمال من نوع الحساوي لانه عالي وكبير ظهره، مو هذا الصغير. الصغير يستخدموه الحمامات على مود يودي السماد ويرجع الرماد، هاي غير شغله. بيت كرحوت وبيت مسلوخ عندهم دربونة صغيرة بمحلة الجوبة. هذولا فد بيت من البيوتات أصلهم يجوي من منطقة بحمرين اسمها يعني الأوسية، اسمها قرية الأوسية، الأوسيين يجوي سكنوا هنا. دربونة الملائكة بها بيت واحد هو مال نازك الملائكة مال سيد صادق الله يرحمه وعيسى الملائكة، موجودة هنا بالعاقولية يم جامع العاقولية. دربونة الويص هاي دربونة صغيرة سموها الويص لأن بالشتاء بين شارع غازي وبين محلة القشل فيصير صوت مال هواء سامعين هذا الصوت الخاص فأطلقوا عليها دربونة الويص. ايه بيت منقوشة بابو داو داو
دربونة منقوشة يسموها، منقوشة عندها شغلتين، واحدة من عندها بال56 من صارت المظاهرات جابوها بالمظاهرات، صاحت أويلي على الحكومة شقد غدارة، أويل آخر وزارة شقد غدارة، هاي المقولة مال منقوشة. ابنها صبيح من مشجعي نادي الشرطة، يجي يمه هذا اللي يشجع نادي الشرطة ياكل ويشرب يمه ويعطي فلوس ويدير باله عليه. دربونة الشعر معمل صغير سووه ناس ومال جوا مم هذه بمحل السيد عبد الله. ها؟ فد شوية. عندنا هنا تكية أبو شيبة كان يسموها بالعهد العثماني الأودان. وعندنا الطلمبة اللي هسه بها المقبرة الملكية بالضبط. دربونة الحشاشة موجودة بمحلة الفحامة يسموهم الحشاشة، يعني مو يشربون حشيشة، يبيعون حشيش وهاي الشغلات مشهورين الناس. عندك الأوردي هو سجن ضمن القشلة يسموه الأوردي قبل. تاجة حمام بعقد الجاموس. الكيتشي عندهم الكيتشي حمال موجود، بس الحمامي اللي دخلوا له أهل اللباد بالفضل بالشورجة كان الناس هم يخلون اللبادة مالتهم يما هاي الجندة اللي احنا نسميها والشلاب مالته ويطبون يغسلون موجود. الأورتمة خان المسقف اللي هو خان مرجان، نعم. صاغر جيلر هو خان يم الجسر العتيق وراح من ضمن من سووا الجسر والشارع والمحلة وشارع المأمون كله راح وياه. إلي إيكي اللي هو خان أو الـ 52 بالتركي واقع يم قنبر علي، دربونة تطلع هسه يبيعون بها أدوات احتياطية شغلات من باب الأغل تطلع علي على قنبر علي، هاي موجود كانت قشلة هذه من القشل. الدقرمان مطحنة الجيش بالعلوازية. البولنجية اللي يصنعون البرادع مال الحيوانات. دربونة السيان أو هنا موجودة، موجودة يم الجامعة المستنصرية يم المدرسة المستنصرية. الإيلاتشي هو القنصل الإيراني البيت مالته موجود بالكرخ. البرغنشية هو سوق اللي يبيعون الدهن السمن احنا نسميه يم عمارة الرصافي موجود. قلنا العكامة وهم خدمة المسافرين، مقهى تقع براس جسر الكرخ عند النزول إلها. شكرا لكم وتحياتي للجميع والسلام عليكم. شكرا للأستاذ نبيل عبد الكريم. جلبة أي ما قلت هاني مو فتشي جلبة صايرة بالعمار والطنطل عندنا درب ونتين واحدة بالفضل واحدة بالأستاذ محمد لقمان واحدة صايرة راحت باب الشيخ صارت الشربخانة وعندنا محلة العانة موجود. شكرا للأستاذ نبيل عبد الكريم على هذه الكلمة. والآن مع الأستاذ مجدي والبقية الباقية من الأغاني. أهلا
عقب التعب والضيم ما حد درى بحالي بحالي عقب التعب والضيم ما حد درى بحالي بحالي خلوني كالمجنون خلوني كالمجنون متمرمور حوالي أنا من أقول وأتذكر أيام هلك من عوك لو أنت بعدت عني هلك عالموت يا لولك تعذبني هلك عالموت يا لولك تعذبني هلك من عوك يا حبيبي وتمرمرني هلك يا هواي حرمة وشوفتك مني هلك يا هواي حرمة وشوفتك مني هلك من عوك لو انت بعدت عني هلك والجار جار ويا ولي في الروح امر للدار انحب والقلب مجروح هلك والجار جار ويا شريك الروح امر للدار انحب والقلب مجروح اطفي النار بدموعي وعلي للروح اطفي النار بدموعي وعلي للروح هلك من عود لو انت بعدت عني هلك والناس والعاذل وشاي هواي اطفي النار بدموعي وما مشي الماء هلك والناس والعاذل وشاي هواي شاب الراس وسهام الغدر بحشاي الدهر لو دار يعلن الحرب وياي هلك من عوك لو انت بعدت عني هلك من عوك لو انت بعدت عني هلك عالموت قالوا لك تعذبني هلك يا هواي حرمة وشوفتك مني هلك يا هواي حرمة وشوفتك مني هلك من عوك لو انت بعدت سلام على دار السلام جزيل سلام على دار السلام جزيل وعتبى على أن العتاب وعتبى على أن العتاب طويل أبغداد أبغداد ولا أهوى سواك مدينة أبغداد ولا أهوى سواك مدينة ولا أرضى لأم العراق بديل تيت بغداد علينا نحن من بغداد تيت بغداد علينا
العب غيرها يا حضرتي الأستاذ تتبغدد علينا تتبغدد علينا الحب عاطفة ما هو غصب وعناد تتبغدد علينا تتبغدد علينا إذا عندك دويل العاشق المحروم هموم اللي بصدري ما مثلها هموم إذا عندك دويل العاشق المحروم هموم اللي بصدري ما مثلها هموم رجع لي حبيبي حتى لو نص يوم رجع لي حبيبي حتى لو نص يوم أحب وكل ودا ما فاتت بغداد علينا أو جيت بغداد علينا لا 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 من نبرة كلامك أفتهم من وين كراد عظمي الكسر بوسيفين من نبرة كلامك أفتهم من وين وكراد عظمي الكسر بوسيفين شواك الفضل زيون بتاوي شواك الفضل زيون بتاوي مو كل من يدندن صار لي عوادي تبغدد علينا وتتبغدد علينا يا عمي بصراحة رايدين شهود يا عمي بصراحة رايدين شهود أموت بهالرشاقة والعيون السود يا عمي برياقة عيني يا عمي بصراحة رايدين شهود أموت بهالرشاقة والعيون السود حاجز لك مرجع يلا لهلك عود حاجز لك مرجع يلا لهلك عود لا انت بغدادي ولا ابن بغداد تتبغدد علينا تتبغدد علينا تتبغدد علينا وانت من بغداد شكرا واخيرا شكرا لكم ولحضوركم وارجو ان تكون قد استمتعتم بهذا اللقاء والى جلسه مقبله وشكرا جزيلا Yeah.